الآن صار للشيباني أصدقاء يلعب معهم ويمزح وترتسم على وجهه البسمة رغم إصابته بمتلازمة داون وما ترتب على ذلك من تأثير على صحته الذهنية والبدنية. منذ وقت قصير كانت العائلات تتكتم على هؤلاء الأطفال وتعدهم حرجا اجتماعيا ينبغي ستره. بفضل جمعيته أنا ومتلازمة داون الشيباني اكتسب الكثير من المهارات واللي ما كان يعرفه أقرانه ملي وتعرف على المجتمع وتعرفت تعليم المجتمع بشكل صحيح وقد المجتمع يغير نظرته الدنيا لهم. غياب المراكز الرسمية والجمعيات للاعتناء بهذه الفئة من الأطفال دفع هؤلاء الشبان إلى إنشاء جمعية هي الأولى في موريتانيا التي تهتم بمرضى متلازمة داون. جمعية أنا ومتلازمة داون تحاول تغيير النظرة الدونية والازدراء والإهمال من قبل المجتمع لهذه الفئة من الأطفال. نحاول نشر البسمة على وجوههم ومساواتهم مع أقرانهم من الأطفال حتى يكونوا مثلهم يدا بيد لنبني هذا المجتمع ولكي ننهض بهذه الفئة المجتمع لأنهم أطفالنا وأخوتنا. تعالت أصوات في موريتانيا تطالب الحكومة بفتح مراكز متخصصة في تربية الأطفال المصابين بالإعاقات الذهنية، فبعض العائلات الموريتانية تتحمل معاناة مضاعفة حيث تضطر للعيش خارج البلاد من أجل توفير تنشئة نفسية وتربوية للأطفال. حتى مرض نفسي بسيط مثلا يرمى في الشارع وكان ليس لديه أهل، ليس لديه أحبة، ليس لديه مجتمع، ليس لديه حتى مؤسسة الدولة ترعاه، وبالتالي يجب أيضا أن نضع أطفال متلازمة داون في هذا الإطار، هم أيضا مهمشون ينظر إليهم بازدراء. لا توجد أرقام دقيقة للمصابين بمتلازمة داون بسبب تكتم العائلات وعدم توفر أخصائيين في المجال. يعاني أطفال متلازمة داون في موريتانيا من غياب الرعاية الصحية والنفسية، ويضاعف من معاناتهم الإزدراء والتهميش من قبل المجتمع. محمد فضل، الحرة، نواكشوط.